بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك في اول فقرة معانا النهاردة كان في تاني جولات أو تاني مباريات العودة للدوري المصري الممتاز ومباراة الدراويش إخواتنا الإسماعيلوية فريق المانجا، وهم بيتباهوا بلفظ أو بمصطلح أو بكلمة المانجا. النهاردة المانجا بتتعادل وما داقوش لحد النهاردة طعم الفوز، وده ليه بيه؟ لأن الأهلي ما بيروحش يلعب في الإسماعيلي، لان الاهلي بقى له 4 سنين ما بياخدش لعيبه من الاسماعيلي، عشان كده الاسماعيلي مش عارف يدوق طعم الفوز للمباراه التاسعه. النهارده الاسماعيلي يتزيل، اللهم لا شماته، اللهم لا شماته، الاسماعيلي بيتزيل جدول الدوري المصري الممتاز في المركز ال17 مع اخوه إسترن كامباني في جدول الدوري الممتاز. الاسماعيلي النهارده كان بيلاعب فيوتشر على ملعب الإسماعيلية، على ملعب الإسماعيلية، يعني هو بيلعب على الإسماعيلية اهو، لكنه لم يستطع الفوز على الفريق الصاعد حديثا. خلال 8 مباريات جمع 3 نقاط ويحتل المركز ال17 قبل الأخير. والنبي لما علاء وحيد يصحى ويطلع يقول للأهل ما بيلعبش في الإسماعيلي، يقول له لما تعرف تكسب على ملعبك أي نادي يبقى تعالى قول عايز ألعب مع الأهلي. للأسف الشديد النهاردة كان في كمية ضحك كبيرة على قناة النادي المنافس. تخيل عزيزي المشاهد المحترم، يعني إذا كنت عايز تموت من الضحك روح اتفرج على قناة النادي المنافس في أي وقت، هتلاقيهم دايما بيتكلموا بمنتهى الكوميديا ومنتهى الضحك. النهاردة تخيل جيمي اللي جه النادي الاهلي ما كملش يومين ومشي، ويعني اللي ربنا يستره مش هنتكلم عليه، ملناش دعوة مشي ليه والاهلي مشاه ليه والمشكلة بتاعته مع طليقته ملناش علاقة بيهم. كان بيتكلم مع ابو بنطلون عياشة البنطلون الاخضر، تخيلوا يا جماعة بيتكلموا في ايه؟ بيتكلموا ان منتخب مصر في المباراة الفاصلة مع السنغال وايضا في المباراة نهائي كأس الامم الافريقية كان على السيد كارلوس كيروش انه يلعب 4-3-3 زي ما هو بيلعب، لكن حمدي فتحي مركز 6 على يمينه امام عاشور على شماله احمد سيد زيزو. قالك بالنص زيزو وإمام عاشور هم أصلا مركزهم 8، لكن واحد زي عمرو السولية ده مش مركزه. تخيل انت عمرو السولية المصنف من كل الاستديوهات التحليلية والمديرين الفنيين بما فيهم كارلوس كيروش انه أحسن لاعب مركز 8 فيك يا مصر، يخرج علينا 2 في قناة الضحك والضحكوية عشان يموتونا من الضحك، عشان يقللوا عددنا ويقللوا الشعبية الجارفة بتاعتنا، فيقول لك عمرو السولية اصلا مش مركزه مركز 8، المفروض اللي يلعب امام عاشور وزيزو ويقعد عمرو السولية كاسير لدكة البدلاء. النهاردة دايما دايما اي واحد زملكاوي لما بتيجي سيرة الانتماء والكيان والكلام التقيل ده يقول لك يلا اللي رمضان صبحي ضحك عليكم وراح لبيراميدز عشان الفلوس، يلا اللي عبد الله السعيد باعكم عشان الفلوس، احنا يلا عندنا طارق حامد رفض ملايين الدولارات ورفض اغراءات بيراميدز عشان الزمالك. وتناسى الجميع عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم الفيديو الشهير اللي متواجد فيه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وجنبه طارق حامد، وطارق حامد بيقول له يا سيادة المستشار قدرني قدرني، انا جاي العرض يا سيادة المستشار، هتديني زي العرض فياخد زي العرض، اوكي انا ابن الزمالك، وننزل بشعار التالتة يمين واغنية التالتة يمين ومش عارف راية في البلكونة والكلام الحلو الجميل دوت، وتغنوا وعملوا قصص وروايات وافلام ان انا ابن الزمالك البار، بس اهم حاجة يا سيادة المستشار قدرني. العرض اللي جاي لي من بيراميدز
اخد زيه ويبقى كده 100 فل و14. وتم تجديد عقد طارق حامد، واخواتنا الزملكاويه خدوها في سكه ان طارق حامد رجل الولاء والانتماء، وضحى بالملايين. وطبعا كان لوكيل طارق حامد في الوقت ده دور، لو احمد يحيى كان له دور كبير جدا انه يوصل معلومه للجمهور ان طارق حامد يا جماعه ده بيضحي، طارق حامد بيضحي، رفض 15 مليون في بيراميدز وخدهم في الزمالك. شفت التضحيه؟ حلوه صح؟ طعمها حلو؟ بيديك كده طعم البليله بس مجزعه شويه. رفض 15 مليون في بيراميدز، خدهم في الزمالك، هي دي التضحيه بتاعت طارق حامد يا جماعه. النهارده طارق حامد يعيد الكره، وهذه المره لن تسلم الجره. طارق حامد تحت شعار على حزب وداد قلبي يا بوي، اديني فلوسي قبل ما اتكلم وانزل تدريبات، خلاص اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. اديني فلوسي يا بيه، عايز ننزل تدريبات اديني فلوسي. وبقالنا اكتر من شهر عزيزي المشاهد المحترم، طارق حامد خارج تدريبات نادي الزمالك بحجه الاصابه، وزي ما قلت لك امبارح واول ان اصابه طارق حامد هي اصابه شد في العضله التقديريه. حط له فلوس والمكنه ترن ترن، مكنه الاي تي ام تضرب، وصل الرصيد، اوكي طارق حامد هيخف من العضله التقديريه ويرجع تاني. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان المجموعه اللي بتطلع او القطيع اللي بيطلع على السوشيال ميديا ويقعد يعمل كوميكس ويتريق على النادي الاهلي. النادي الاهلي يا بيه، قال رمضان يا رمضان معاك ساعه يا رمضان، فكر يا ابني براحتك، ساعه كانك اجرت عجله واتكل على الله مع الف سلام. وقع النادي الاهلي؟ لا. طلعنا عملنا مبادرات وحملات وبيع لباس يجدد لساسي؟ لا. خلاص باي باي رمضان، شكرا مع الف سلام. النهارده ولما يتم الضغط على الزمالك، ومش عايز اقول يتلوي دراع الزمالك وياخد اللاعب حقه تالت ومتلت، هيخرج هذا القطيع يقول لك ايه؟ الله رمز الانتماء اهو. يا ابني فين رمز الانتماء؟ يا ابني يا حبيبي، ما هو مرضيش ينزل يلعب عشان ياخد فلوسه، ومرضيش يجدد الا بالشروط بتاعته. ربنا ادانا حاجة اسمها نعمة العقل، ربنا سبحانه وتعالى ميزنا عن باقي الكائنات الحية بنعمة العقل. فيا رجل يا زملكاوي يا محترم يا كبير، اعمل عقلك، شغل ده شوية قبل ما يصدي، شغلوه يا جماعة، مش كل حاجة يلا نجري زي القطيع بيب بيب بيب، لا بيب بيب طارق حامد، ويجي في الاخر يقول لك اصل بتوع الاهلي بتوع بيب بيب. ماشي يا سيدي، شكرا. تعال نروح لموضوع اخر، محمد ابو تريكة، هذا الرمز والاسطورة الأهلاوية العظيمة. النهاردة أبو تريكة، هعرض لك الفيديو كمان شوية، خرج على قناة بي إن سبورتس القطرية وقال مجموعة من الجمل اللي فيها نوع من أنواع اللوم والعتاب على لاعبي منتخب مصر للأسف الشديد، والإعلام هو اللي اداهم الفرصة زي ما قلت لك قبل كده. عيب لما تبقى خسران بطولة وتطلع تحتفل ان انت المركز التاني، والله عيب عيب عيب. النهارده ابو تريكه قال لك انا حزين وكل عيون دموع، وهوريك الفيديو دلوقتي. قال لك انا حزين من اللي بيحصل من لعيبه المنتخب اللي طالعه في الاعلام بتحتفل وبتتكلم. المركز التاني لمنتخب مصر فشل، احنا مكاننا دايما المركز الاول. قال ان التاريخ لا يذكر الا الابطال، انتوا لازم تحزنوا زي ما صلاح كان حزين. قال لا يليق بالمنتخب الحاصل على 7 بطولات أفريقية المركز الثاني، مصر لا تفرح بالمركز الثاني، وليه عتاب على لاعبي المنتخب وهم أصدقاء ليا لظهورهم الإعلامي والتعامل بطبيعة. بصوا لمحمد صلاح إزاي ظاهر الحزن عليه، ليس معنى ذلك أني أبخس حقهم. أعتقد أن أبو تريكة قال اللي احنا كلنا عايزين نقوله، ان الناس اللي عمالة تلف كعب داير على القنوات الفضائية، والله عيب والله عيب يا جماعة. مش ذنب انا كمصري ان انت كنت طالع ناشئ في نادي
المركز التاني بالنسبة لك دي بطولة، ده مش ذنبي، انا متعود اما المركز الاول والا فده فشل، فشل ذريع للأسف الشديد. الإعلام بتاعنا بيساعد على ده، إنه بيبرز إن الحصول على المركز التاني دي بطولة. عشان كده بقول لك القادم أسوأ. تعال شوف أبو تريكة قال إيه كده في الفيديو على قناة. عندما وصل النهائي لا يليق بمنتخب خد البطولة 7 مرات يفرح بالمركز التاني. مصر المركز الثاني بالنسبه والله بص عينيه مليانه دموع اقسم بالله. بص من اللعيبه اللي انا اصحابي حتى نبره صوته باين الحزن فيها، هم بيظهروا في القنوات الاعلاميه باين وبيعملوا لقاءات صحفيه. احنا بنقدر شغلك وبنشجعك وهنساندك لاخر لحظه، انما احنا بالنسبه لنا المركز الثاني فشل. طب ايش يسوي؟ يختفي يعني؟ لا يرفض اللقاءات يعني؟ ما اعرفش اللعيبه مالها في ايه، حاله من عدم من اللامبالاه لدى عدد من اللاعبين، ربنا يرزقهم. طيب النهاردة تغير 180 درجة في موقف الكابتن أحمد شوبير من السيد بيتسو موسيماني خلال 48 ساعة الماضية. كابتن شوبير كان كله ضرب ضرب ضرب، ما فيش شتيمة. كابتن شوبير بعد مباراة بالميراس اللي طلع وقال كان قدامي مش عارف مين وعلى يميني مين وعلى شمالي مين وكان ورايا مين من اعضاء مجالس الاداره في النادي الاهلي، وما كانوش مبسوطين وكانوا منزعجين وكانوا غضبانين وكانوا مستائين وكانوا من المدير الفني بيتسو موسيماني. الحمد لله فضل من ربنا، لما بنتكلم بنوع من انواع المصداقيه لدى مشاهدينا ومتابعينا، لان ملناش هدف ولا غرض الا مصلحه، وربنا يعلم وحده الا مصلحه النادي الاهلي. طلعنا قلنا يا جماعه عيب كابتن شوبير، ما ينفعش حضرتك تطلع تقول فلان وفلان 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 غضبانين وزعلانين ومستائين. ده حاجة من اتنين، يا اما انت بتقول رأيك ووجهة نظرك وانت حر فيها، يا اما حضرتك بتوجه رسالة موجهة من ادارة النادي الاهلي لموسيماني للجمهور، وده عيب. خرج علينا اليوم كابتن احمد شوبير والحمد لله، فضل حوالي المقدمة كاملة للبرنامج النهاردة حوالي ربع ساعة او تلت ساعة يتكلم عن أرقام موسيماني المذهلة مع النادي الأهلي. سبحان الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. نهاردة شوبير اللي كان من 48 ساعة بيقول اللي على موسيماني، النهاردة بيتكلم عن إن موسيماني في سنة ونص عمل أرقام محدش يقدر يعملها إلا موسيماني. وده بيوريك قوة جمهور النادي الاهلي. خلي بالك يا اهلاوي يا محترم يا اللي شتمتني في الكومنتات وقلت لي انت شكلك قابض من موسيماني، ادي شوبير النهاردة بيطلع يتكلم عن ارقام موسيماني اللي بتنصفه في قيادة النادي الاهلي. هل شوبير قبض؟ لا، لكن شوبير اعمل عين العقل. يعني ايه عمل عين العقل؟ عين العقل ان حضرتك النهاردة في بطولة مهمة اسمها كاس العالم للأندية، ما ينفعش النهاردة اطلع اشتم المدير الفني او هاجم او اضغط او انتقد المدير الفني. في اوقات ينفع انك تنتقد فيها ومحدش يلومك عليها، وده بنعمله في ماتشات الدوري. وفي اوقات ما ينفعش، حتى لو موسيماني ده المفروض يمشي من امبارح، ما ينفعش تطلع تقول موسيماني يمشي من بكرة، ما ينفعش. انت في بطولة، انت النهاردة لازم تدعم الراجل ده لآخر لحظة وهو متواجد في النادي الأهلي. احنا مش بندعمه حبا فيه، والله أبدا، احنا بندعمه حبا في الأهلي، وده اللي عايزين نوضحه لإخواتنا. ادي شوبير اللي من 48 ساعة كان بيضغط ويقول موسيماني ومش موسيماني، النهاردة شوبير بيقولك موسيماني، وفي حد زي موسيماني؟ ده ما فيش حد جه الأهلي وزي موسيماني إلا مانويل جوزيه بس، وده الفرق اللي بين الاتنين. النهاردة السيدة مويرة طلعت في الصحافة الجنوب أفريقية زوجة موسيماني ووكيلة أعماله ردا على كابتن شوبير اللي طلع زي ما بقولك 48 ساعة بيهاجم الراجل. قالت ايه بقى؟ قالت لك رقم واحد، طبعا ده الكلام ده في صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية، قالت لو نبحث عن المال لخرجنا لأندية الخليج. وده فعلا موسيماني لديه عروض خليجية أضعاف الرقم المعروض من النادي الاهلي وبشروط جزائيه افضل من النادي الاهلي. قالت لك لو بنبحث عن المال كنا
رحنا لأندية الخليج. اتنين، الصحافة المصرية غير احترافية ويعشقون الترند والأخبار بالأخبار المزيفة. عشان ما كنش ظالم، ما نقدرش نقول ان الصحافة المصرية كلها بتعشق الترند. في ناس محترمة بتحب المصداقية في الخبر والتأكد من الخبر قبل إعلانه، لكن لو جيت للحق كلامها أحق، كلامها في نوع من الحقيقة. ان فعلا للأسف الشديد بقى في نوع من الإعلاميين ونوع من الصحفيين لا يبحثوا عن الحقيقة او مصداقية الخبر، يبحثوا دائما عن ركوب الموجة بتاعت الترند بس. ودي الست ما كذبتش فيها، قالت اريد فقط الاستقرار لموسيماني، وموسيماني يريد الاستمرار في الاهلي لاطول فترة ممكن. ده كلام السيدة مويرة وكيلة اعمال موسيماني وزوجته ردا على الكابتن احمد شوبير. النهاردة في كلام على ان الكابتن احمد سليمان، واللي هو احمد سليمان اللي بنتمنى له التوفيق، هو ومرتضى منصور ايا منهم يكون رئيسا لنادي الزمالك، حاجة ما تخصناش. لكن اللي يخصنا ان النهاردة احمد سليمان وقف وسط نادي الزمالك وقال لك النهاردة اخر يوم في وجود مرتضى منصور في نادي الزمالك، اخر يوم لمرتضى منصور في نادي الزمالك، لان بكره خلاص الانتخابات. والراجل بيتكلم يعني بنوع من انواع الثقه انه هيكتسح في انتخابات نادي الزمالك. ربنا يوفق الجميع، ملناش ان احنا نقول مين يجي او مين ما يجيش. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام.